والحفدة هم الأولاد وأولادهم والأصهار وذووهم والخدم الذين وجودهم وصلتهم بالزوج من ثمرات الزواج والمصاهرة، فيكون له بذلك الأنصار والأعوان الذين يحيطون به فيجملونه وينصرونه ويخدمونه من بنيه وبني بنيه وبنيهم وذوي زوجاته وأزواج بناته. فبدل أن كان الشخص فرداً عزباً غريباً مستوحشاً صار بالزواج رأس قوم، بالزواج والولادة رأس قوم ومقدم جماعة وكبير عائلة، مخدوماً محشوماً مكرماً مهاباً معظماً مبروراً معاناً من حفدته على أمر دينه ودنياه، مستمتعاً بفضل الله الذي أولاه، فهو تاجهم ومقدمهم. إن تكلم أصغوا إليه، وإن أشار بادروا إلى ما يشير إليه، وإن أمر أطاعوه، وإن احتاج أعانوه، وإن تعجل أمراً نصحوه وستروه، وإن غاب حفظوه واستوحشوا إذ فقدوه، وإن حضر من مغيبة استبشروا بقدومه واغتبطوا وأكرموه. ألا وإن الشقي المحروم من يرفض هذا الإكرام أعني الزواج ولا يشكر هذا الإنعام ويعيش عزبا ذليلا غريبا مع الحاجة، لا شك أن هذا شأن السفهاء اللئام. ولقد خطب الصديق رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم يوما فتلا قول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فقال: أيها الناس، أطيعوا الله فيما أمركم من التزويج ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال عمر رضي الله عنه وقرأ هذه الآية: عجبت لمن يقرأ هذه الآية ثم لا يتزوج. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو لم يبق من عمري إلا 10 أيام أحببت أن أتزوج حتى لا ألقى الله عزبا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وسادات الصحابة المشهورين. وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله قال: ليست العزوبة من الإسلام في شيء، وأنه لما ماتت زوجته تزوج بعد يوم من موتها وقال: أكره أن أبيت عزبا. أيها المسلمون، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام، والصرورة ترك الزواج والزهد فيه تقليلا من شأنه وتهوينا من تبعته أو استخفافا بمقاصده وثمراته وعظيم بركاته وحكم تشريعه. أيها المؤمنون، إن الزواج على وفق الشرعة واتباعا للسنة من الحزم وفعل أولي العزم وأبرك الكسب وأوسع أبواب الرزق والفضل من رب العالمين. فما أعظم مقاصد تشريعه وما أعظم بركات تحقيقه مع تقوى الله تعالى فيه والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته مع زوجاته وأهله. فإن من مقاصد الزواج بقاء النوع الإنساني وتحصيل الطمأنينة والسكن النفسي والاستمتاع بالمودة والأنس وقضاء الوطر الجنسي على منهاج شرعي يحقق ثمرته ويدفع شره وفتنته، وفيه كمال الدين وبه غض البصر وتحصين الفروج وبه العون من الله تعالى للمرء على دينه ودنياه. ألا إن الزواج جماع خيري الدنيا والآخرة. كذلك من مقاصد النكاح ترويح النفس وإيناسها بالاستمتاع بملذاته وتكوين المنزل الصالح الذي يتوفر فيه الوئام والانسجام ليكون محضنا آمنا للذرية الصالحة التي هي لبنة من لبنات المجتمع المسلم. فاتقوا الله عباد الله، وتزوجوا كما أمركم الله، وزوجوا من أمركم الله تعالى بتزويجه، وأقلوا المهور ويسروا الأمور واختصروا الكلف وأسسوا البيوت على تقوى من الله ورضوان.